السلام عليكم متتبعي قناة شوف تيفي مباشرة من ضواحي السطات، من دوار ولاد حميتي، ولاد مومن، ولاد سعيد، مومن ولاد سعيد. معنا واحد الأب، صرخة أب مكلوم اللي اختفى الولد ديالو جمال صابر عليه الله، اللي عنده 26 سنة، اختفى هذه مدة 6 شهور، والأب ديالو يعني ما بقى كياكل، ما بقى كينعس. ما دابا غادي يتكلم لنا على شنو واقع. تفضل اسي. سيد ولدي غاب 6 شهور، ما كان ياكل، ما نشرب، ما نعس. دابا مشى في شعبان. نعم، 6 شهور ديولو. ما الصوره ديالو شريف؟ هذه هي الصوره ديال جمال. اي هي هذه صوره جمال صابر عليه الله. صابر عليه الله. ايوا دابا وليدي الا كنتي شتي الصورة ديالنا، جير امك عيانة، ما كتاكل ما تشرب حتى هي، وشوفنا وتحرك. كيفاش مشى؟ ما عيط ليكم؟ ما كان خدام في المارشي، من المارشي ما تليناش انه. دابا هذه هي المشية ديالو لدرك. نعم. من المارشي هذه 6 شهور ما تليناش انه. آخر مرة شفتوه؟ ما تلينا عرفنا واش ميت. آخر مرة شفتوه؟ كان كيمشي ويجي. نعم. ما عنده حتى شي حاجة، والو. المهم كان كيمشي كيجي يزوركم، يزورنا، كل شيء. خدام في ولاد سعيد؟ كان يخدم في ولاد سعيد، كان ويمشي. بعد مشى ما تلاش يرجع، صافي هادي 6 شهور ما تيناش شناه واش ميت واش حي. لا حول ولا قوة الا بالله. اخر مرة شفتوها؟ اخر مرة هادي هي 6 شهور دابا. لا اخر مرة، 6 شهور صوب لاكارت من هنا ما تليناش شناه. صوب لاكارت ناسيونال. اييه. واش هذه الصورة هي اللي هذه هي الصورة الأخرى ديال لاكارت. هذه الصورة ديال لاكارت. ديال لاكارت. هذه اللي خرج بها. اييه هي اللي خرج بها. اللي خرج بها وما بقيتوش شفتوه. ما بقيناش شناه لدرك. ما عندوش شي تليفون أنكم؟ لا ما عندوش تليفون، ما يديرش تليفون هو. نعم. ما دار لا تليفون، ما عطانا لا لادريسة، ما عطانا لا فين كاين. صافي سنيناه في العيد ديال رمضان، سنيناه في العيد الكبير، ما كاين حتى حاجة. واش الشريف كيعاني من شي مرض مسكين ولا شي حاجه ولا؟ المرض هو كيبغي التقار. صافي كيبغي بوحدو. كيبغى بوحدو صافي، ما المهم كيبغي التقار. من يجلس مع شي حد؟ لا صافي والو، ما يجبد، ما يدير صداع، ما يخون، ما يدير حتى حاجه. نعم صافي، هذا هو اللي عنده. ورينا سي جمال، هذه هي الصوره، هذه هي الصوره ديال سي جمال صابر عليه الله. الكنيه ديالو صابر ليه الله. الاسم ديالو جمال، عنده 26 سنه، كيسكن بدوار ولاد سعيد مومن. سعيد مومن دوار ولاد حميتي. ولاد حميتي. معنا الاب ديالو اللي مسكين يعني في واحد الحيره، والوالده ديالو مسكينه كي دايره؟ تا هي العالم بها الله، مريضه. مسكينه ما دابا مريضه، عندها العصاب دابا، ملي كتسمع الغديد ديالو وداك الشيء كنقولوا ليها راه دابا يجي، دابا يجي. وما حاولتوش تقدمتوا بشي شكايه البحث لفائده العائله عند الدراك معاكين يعني؟ لا ما باقي ما درناهاش. علاش باقي ما درناهاش؟ باقي ما درناش، كنقولوا معتاد العيد. معتاد العيد يجي العيد عاد باش نشوف واش كاين. العيد الكبير ربما ربنا ما السيد يجي يهدف ولا شي حاجه، ولكن ملي ما جاش العيد، ملي ما جاش بقينا محيرين. ربما تشوفوا في السبيطارات ولا تشوفوا لا قدر الله ولا وغادي كون كان سبيطارات غادي يصيفطوا الاب ديالو يعني، كون كان مشجوني يصيفطوا ليا. معقول؟ غادي لابد، وين لا يعلموا من غير الله. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي هو السادس، واخته هي السابعه. هو الكبير مسكين؟ لا اخته هي الكبيره في مراكش. هي الكبيره، لا اخوه كبر منه وتابع اخوه. نعم اخوه. وعاد باش الدراري كاين صغار. الله يدير لكم. بلا ما نذكر لك الاسم اوات. لا نعم. نعم حنا كنشوفوا الحالة ديال سي جمال، الله يدير لك شي تاوي. والله يدير شي تاوي لدي الخير اخويا، راه حنا كنبكيو ونتقطعوا. نسمعك شي اخبار عليه. امين اخويا. نسمعك شي اخبار عليه. امين اخويا. شنو النداء السي اللي كتوجهوا؟ واللي هو اش كتبغي تقول سي جمال؟ بغيتو باش يجي عندنا، لا شافوا شي واحد في شي بلاصة وطالع به، يا مخزن يا اي شي واحد ولا حاله يعني. ما الله يرحم ليهم الوالدين. نعم. يعلمونا ويخبرونا، يغوتوا لنا في التليفون. نعم راه الدري راه حرقنا على قلبنا. حول ولا قوه. الله يرحم ليهم. ما عندوش اصحاب؟ ما عندوش اصدقاء؟ لا ما يدير هو اصدقاء، ما يدير اصحاب. نعم ما كيديرش هذاك الشيء، ما عندوش مع الصحاب. ما عنده مع اصحاب. هذه الصوره ديالو. هذه هي الصوره ديالو ديال سي جمال صابر ليه الله. صابر ليه الله. عنده 26 سنه.
هذه هي الصورة ديال السي جمال صابر لي الله، عنده 26 سنة، كيسكن بولاد سعيد، ولاد مومن. لا، ولاد سعيد مومن. ولاد سعيد مومن دوار ولاد حميتي. هذه خرج مدة 6 شهور، خرج مدة 6 شهور. الوالدين ديالو في واحد الحيرة، مساكن الأم ديالو ما كتاكل ما كتشرب، الوالد ديالو ما خلى سبيطارات، ما خلى يعني شاف في أي بلاصة. كنطلبوا من الله يعني الرسالة الأخيرة اللي ممكن أنك توجهها عبر هذه القناة تشوف تي في، شنو كطالب؟ طالب الولد ديالي يجي، الله يرحم لكم الوالدين، أبغينا الله تبارك وتعالى هو يحضروا لنا، وانتوما يخلصكم الله. الله يرحم لكم الوالدين، ويرحم الوالدين كل شيء من شافوا وخبرني في التليفون. إن شاء الله، الله يسمعكم خبر الخير. آمين أخويا. الله يسمعكم خبر الخير، ابقى معنا. مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في، من خلال هذا البث المباشر، هذه الصورة ديال السي جمال صابر ليه الله، عنده 26 سنة، اللي كيسكن بدوار ولاد سعيد مومن، دوار ولاد حميتي، ولاد حميتي، اللي غاب هذه مدة 6 شهور. الاب ديالو الام ديالو ما كياكلوا ما كينعسوا، كيوجهوا هذا النداء ديالهم عبر قناة شوف تي في، اللي شافوا او تعرف عليه يتواصل مع الاب ديالو في الرقم الهاتفي اللي هو مذكور، يعني يتواصل معاه. راه مسكين، راه في واحد الحيره، راه يعني عالم الله غير الله، الله اللي عالم به هو ولا الام ديالو. كنحييكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في، من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر، تحياتنا للجميع. الله يدير لك شي تاويل ديال الخير، الله يدير لك شي تاويل ديال الخير، الله يسمعك خبار الخير. امين.